السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل من البوسنة إلى الاتحاد السوفيتي السابق، إلى موسكو، إلى أوكرانيا، إلى كييف. في نفس السنة في عام 1992، أعتقد بعد زيارة هذه الرحلة الكبيرة اللي احنا عملناها في مصر لرفع الوعي عن قضية العلب وقضية البوسنة، كان في لقاء شباب الجمعية الطلابية في أوكرانيا ودعيت من أن أحضره، فذهبت في هذا الوقت، أعتقد يمكن أغسطس سبتمبر حاجة زي كده. كان عندي حلم كبير زي ما كنت بقول لكم قبل كده، الأحلام اللي كنت نفسي أحققها، إنما كنت أسافر طائرة وأرى العواصم وأعلم على المدن إلى آخره. كان الحلم ده الذي ما زال يراودني إلى الآن هو مع بزوغ أو استقلال الدول الحديثة الاستقلال في وسط آسيا كانت تبع الاتحاد السوفيتي، نبتدي نعمل فيها مشاريع توطين العمل الإنساني والعمل الخيري فيها، إن نرسل شباب صغيري السن يستطيعون الإقامة هناك فنعلمهم كيف يعلمون شباب هذه المناطق العمل المجتمعي والعمل الخيري، خاصة أن هذه المجتمعات لم يكن يسمح لها العمل في مثل هذه المجالات تحت الوطأة الحكم الشيوعي إلى آخره إلى آخره. كان الهدف من هذا أن الشباب دول اللي يجوا من دول عربية كثيرة حديث التخرج من الجامعات يقيموا في هذه الدول ويعيشوا فيها ويصبحوا مواطنين محليين. فكان الهدف ان احنا كلما رحت هناك ادرس كل شيء في مثل هذه البلاد، اللي هو السكن تكلفته قد ايه، البيض بيشتروا كام، السمنه، الزيت، الخضار، اللحمه، كل الاشياء اللي هي كهرباء الى اخره الى اخره. كان في الوقت ده بعد ما سقط الاتحاد السوفيتي تكلفة رخيصة جدا، كان متوقع ان يكون يعني مرتب الشاب الخريج اللي خارج من اي جامعة عربية في الوقت ده بان يقيم هناك طول حوالي 300 دولار، ما بين 250 إلى 300 دولار في الشهر. وكان الاهالي هناك بيرحبوا بتزويج ابنائهم من العرب في ذلك الوقت كما حدث في البوسنة فيما بعد. طبعا كانت الجمعية العربية اللي هي الشبابية دي الطلابية كنا في استضافتها، وكانت الأماكن اللي احنا نازلين فيها أماكن فسيحة غير عادية، وكان مازال يعني أنا كنت قاعد في غرفة زي جناح كامل، في مكتب وفي غرفة نوم وفي شرفة وفي بالكوني، كل ده كان يمكن مثلا 15 دولار أو 20 دولار في اليوم. وكانت لسه ما زالت المواد المنتجة هناك مدعومة من بقايا ثقافة الاتحاد السوفيتي القديم أو العصر الشيوعي. تعلمت في هذه الرحلة من اختلاطي مع الشباب اللي كانوا جايين من اليمن وجايين من أماكن مختلفة في العالم يدرسوا في موسكو ودرسوا في كييف ودرسوا في أماكن دي كلها، تاريخ هذه المناطق كما تعلمت من قبل في البوسنة عن طريق هذا الشاب الفلسطيني الذي علمني كيف كان المسلمين مضطهدون في موسكو وهم حبيسي السجون في الثمانينات من القرن الماضي. كان دي انطلاقة للفكر أن أبتدي أفكر في هذه المرحلة إن أنا أحاول أحقق الحلم ده علشان نبني مجتمع قائم على عمل مجتمع إنساني خيري في مثل هذه البلاد يستطيع أن يساعد الجميع وليس فقط مجال واحد. كان دي زيارة مهمة جدا جدا بالنسبة لي، وطبعا من عجائب القدر إن إحنا علشان نوصل لكييف لازم ناخد الطيارة من لندن، من لندن ننزل في موسكو، من موسكو ناخد طيارة أخرى لكييف، عشان نرجع مرة أخرى للندن لازم نرجع من كييف لموسكو، كييف لعاصمة أوكرانيا،
ابو كييف بعد كده ل لندن. ومن عجائب القدر الغريبه جدا ان ايضا في مازال كان في الوقت ده ان اي سفر لداخل هذه المنطقه لابد يكون عن طريق موسكو. يعني اذا كنت انا بعد كييف عايز اروح مثلا المئات اللي كانت عاصمه كازاخستان القديمه، يبقى انا بطلع من كييف، مش من كييف على المئات، لا، من كييف على موسكو، واقعد في المطار انتظر، ومن موسكو على المئات. عايز مثلا اروح لجروزني، يبقى من كييف على موسكو، من موسكو على جروزني، وعايز من كييف لموسكو، من موسكو على مكان تاني. طبعا كان كله مرتبط ببعضه بالعاصمه عشان حبكه الأمن القبلية على مثل هذه الأقليات في ذلك الوقت. وده كان يعني من بقايا العصر الشيوعي اللي احنا كنا، فتعرفت على هؤلاء الشباب. وللأسف لما حاولت أنفذ مثل هذا المشروع فشلت، لأن الشخص اللي هو وعدني بأن هو يختار مجموعة من الشباب عشان أوديها تشتغل في العمل الخيري في ألبانيا وفي جمهوريات وسط افريقيا، استاثر بهم لنفسه ولجمعيته واخذهم كلهم. وانا حمدت ربنا ان هذا الامر لم يتم، لان ما كانش عندي ميزانيه مدروسه لهذه الانفاقات، وحتى ما كانش عندي برنامج كامل مكتوب، كانت مجرد فكره. وده اخطر شيء الانسان ممكن يعمله، ان يحول الفكره دون ان يدرسها دراسه كامله الى عمل ميداني، دون ان يكون هناك مشروع بميزانيه بمراجعات بموظفين الى اخره الى اخره. فحمدت الله كله، ولو اني كنت زعلت على الفكره اللي انا كنت افكر فيها، لكن الحمد لله انها لم تنفذ، اننا ما كناش نستطيع ان نقوم بهذا المشروع ونبتدي نرسل شباب يعلموا الناس هناك كيف يقومون بالعمل الخيري والعمل الانساني في مجتمعاتهم. ونراكم في محطة أخرى إن شاء الله في عام 1992.